حجر قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوطر قول وعذب الوطر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي ياللي صاحبني في عدم صبري وفي جلدي ولا لقيتك في يوم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين البوك تقولوا ولدي ولا لقيتك في يوم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين البوك تقولوا ولدي قدر يا ود قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر والجمح بيدور يدور ويرجع لقلب الراحة قدر يا ود قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر تعالى يا مهران نكمل لعب لا سيبه انا تعبت انت ابوك مين يا باشا ابويا وبعدين يا مروان ما قلنا يا ولدي ما تسالش عارف مين اللي بيخبط على الباب انت هتعرف كيه مين اللي هيخبط على الباب من غير ما تفتح الباب عمو سيد علمني علمك شغل العفاريت ما قلنا ما فيش حاجه اسمها عفاريت دي حاجات يعرفوها الكبار بس اهلا اهلا يا اخوي خش ها انت تعرف باسم يا جد احمد امال يا ولدي والدي صاحبه اللي في مصر وتوحيد خلفت ميته يا مرت عم توحيد مين اللي هتخلف هيقول لك عندها عيل صغير لا مش ولد ستي توحيد
ده والد صاحب جد احمد من مصر. والد صاحب جدك هيقعد عن التوحيد ليه؟ يبقى توحيد خلفت ومدرية عشان الحسد. عارفاها يا لمي. الله يسعدك. هتخلف كده؟ هي اكبر مني صح، لكن خلفت، وانا لو رجعت للحاج محمد اخلف. ما تيجي نروحوا ونباركولها على الواد. يا مرت عمة هنروحوا فين؟ تلقاه والد سيد مش جنية. ممكن، لانه قال لي انه هيعرف مين اللي هيخبط على الباب قبل ما يفتح الباب. عفريت والد عفريتها. أمه طلعته على الأرض عشان تغيظ طرتها الإنسية توحيد. صح. عمرنا ما شفنا بعينينا عفريت يا مرت عم. يبقى نروح ونشوف. خدي يا حبيبي، أنا والشفا حلوة؟ رحتوا فين؟ ما رحتش. ومناع خدك وراح على فين؟ اسألوه. يا واد انت عجوز ولا ايه وانت صغير كده؟ ما عارفش. مش هينفع اليومين دول. ايه اللي جد؟ الحاج واخد باله، في ناس ولاد حلال هيوصلوا له. وشغلنا؟ واحدة واحدة يا ابو خالو، الدنيا تروق وهنتصرف. والفلوس اللي دفعتها؟ وانا من متى اكلت عليك تعريفة؟ هنيه عملوا معاك تحقيق طبعا؟ لا، بس على مين؟ ايه جدي، انا حبيت باسم ده قوي. تعرف ان باسم ده في مقام خالك؟ كيه خالي وهو كدي. ايه ارادة ربنا. ايه هنناموا ولا هنسهروا؟ لا هنناموا بدري. وش معنى العقل جالك الليلة دي؟ علشان احنا بكرة رايحين سوهاج نتفسحوا. احنا مين وسوهاج مين؟ انا وانت رايحين سوهاج نتفسحوا. ومين اللي قال كده ان شاء الله؟ انا، وانت مش هتزعلني. طب وش معنى سوهاج؟ اشوف الكوبري واتاكد نجلاتي. رسمت الخطط دي كلها في راسك؟ هتزعلني؟ ما اقدرش. بس هنروح لوحدنا. امال مين معانا تاني؟ تقوى اختك صغيره. تقوى؟ ايه ملهاش نفس تتفسح يا اخرى يعني؟ خليها تطلع معانا. ماشي ماشي. كويس انك وافقت. يلا نام، تصبح على خير. مهران أصر ناخد تجوى معانا. ليه ما سيبتش سوهاج؟ مالها تجوى؟ جعانة؟ وقف يا حمدان. انزل يا حمدان. Thank you.
ندوة ومهران أغلى حاجة عندي. أنت حبيبي يا جد. حبيبك عشان الفسحة ولا حبيبك من قلبك؟ كل ما تفسحني كل ما أحبك أكتر. آه يا أونطجي، شايف العيال الصغيرة؟ ما هو العيل الصغير قلبه إبلة، كل ما تديله كل ما يحب، وما تقدرش تغشه أبدا، ولو حبك خلاص. يا ريت الناس كلها تبقى قلوبها زي قلوب العيال الصغير. عاوز اتصور جنب التمثال. حاضر. مهران انت بتعرف تصور؟ ثانية واحدة عني كتاب. صور صورة كمان يا مهران. قرب شوي. حاضر. نزلت عليا دي من فين رجعت ترجع صبايا، نزلت عليا دي من فين رجعت ترجع صبايا، حيقولوا ابو عقل كم زين طمع في سن الصبايا، طمع في سن الصبايا. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. ايه مبسوط يا مهران؟ جو جو يا جد. الحمد لله يا سيدي. وفرحة كمان مبسوط. الفرحة دي هي الفرحة، مدام هي مبسوطة يبقى احنا كلنا مبسوطين. الله يخليك. فرحة عندك محمول؟ اه عندي. يعني لو ما عندكيش قوليلي اجيبلك. لا جبته ومعاي، بس ما اكلمش فيه حد. اصله هيم يعني إيه لو عزناكي في حاجة يعني. حط لي نمرتك. هرني عليك. ايه ايه لسه انا وريني. اه هو انا. هينفع هو صغير بس مفيد. كل كل مهران. يلا حبيبي. كل يا فرحة. الحمد لله بالسلامة. إن شاء الله تسلم. مهران كنا فين؟ معرفش. جدع يا مهران روح عنك تدع. لا ما يصحش انا هطلعها. لا ما يصحش انت راجعه تعبانه.
حد يتعب من الفسحه الحلوه دي؟ ده انا من ايام المدرسه ما رحت السوهاج. خلاص كل كم يوم نفسح وتقوى. ده انت كده مجلع تقوى قوي. عشان تستاهل الجلع. بريئه وطيبه وحلوه. هاتيها. لا هطلعها انا. الزهر نامت من كلامك الحلو. المهم تكون سمعت الكلام عنك تقوى. لا والله ما ينفعش. اشيلها لكم انا احسن. يا ولد طلعتني زي العفريت ليه؟ اصلي شايفكم هتتعزموا على بعض، قلت اني خال والخال والي. هات يا فرح. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا بالشويش. يلا. طب يلزم اي حاجه؟ انا همشي. اطلع البيت ولا يلزم اي خدمه؟ اخلي مناعي يوصلك؟ لا لا لا، حمدان امرك يا حاج. توصل فرحة لحد باب بيتها بالعربية. أمرك يا حاج. مع السلامة. مع السلامة. رجلها على كتفها أحسن. ولد حمدان. نعم يا حاج. رايح فيه؟ راجع المنظرة. انت اصلا راجع منين؟ كنت بوصل فرحة وراجع يا حاج. خلاص بقت شغلتك توصل فرحة. وصحة الحاج كويسة؟ زي الحديد. يعني بيروح المحجر كل يوم الصبح؟ كل يوم. كذاب، النهاردة الصبح ما راحش. النهاردة راح سوهاج. ايوه كده صح. كان بيقابل المهندسين بتوع الري؟ لا راح ياكل جلاتي. انت هتتمقلت علي. ابدا يا عم الحاج، خد والد بنته وفرحه وراحوا سوهاج، كلوا جلاتي وتغدوا وتفسحوا وبسطوا وجو. هو فرحه برضو الحكايه مال حكايتي يا حاج. حكايتك انت عمال تتكلم كلام بارد. يلا خدني في سكتك. عارف البيت طبعا؟ عارف يا حاج. حلوة عربية الحاج محمد. أكلمها دلوقتي. راجل أهمل هي لحقت روحت. يعني عشان أطمن عليها. طمنت عليك حاجاتك. كلمة صغيرة وخلاص. فرحة فرحة فرحة. السلام عليكم. حبيت أجرب نمرتي. أول مرة يرن من يوم ما اشتريته. هكلمك كل دقيقة عشان يفضل يرن على طول. شكرا على الفسحة الحلوة. تصدقي دي أول مرة استعمل المحمول في مكالمة برا الشغل. وكلها مكالمات تحرق الدم. ربنا يروق بالك. مش عايز أطول عليك عشان ودنك ما توجعكيش. مهران كان فرحان قوي. حبيبي مهران. ضحكته عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك لي. أنا حبيت أطمن عليك. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة يا حاج. قالت لك مع السلامة يا حاج مش يا عم الحاج. الله الله الله، عجبتك دي؟ طبعا تفرق كتير. يا سلام يا سلام على الاختراع الصغير ده. دلوقتي أنا عرفت ليه كل واحد في جيبه محمول. مع السلامة يا حش. هقول لك هاتيها، لا ما يصحش. هقول لك هاتيها، لا ما يصحش. وفي الآخر يقول له وصلها يا حمدان. وكانوا فين؟ كانوا فين؟ كانوا جايين بالعربية. أكيد أكيد كانوا في سوهاج.
اسألي والد بنتك. تعالى. ودني يا ستي ودني. والله يا مكفي ما قلت لي جدك خدك فين انت وفرحة لقطع لك ودنك دي خالص. ما كناش. والله ما قلت لي كنت فين لأوري لك. امسكي يا نورة. العم يا جد. العم يا جد. العم يا جد. طار المكفي. يعني كان هو وفرحة في سوهاج. باين عليها ايمان على الاخر. الحق يا جد. الحق يا جد. ايه مالك يا مهران؟ مالك عطفت ليه؟ ستي وحريم اخوالي وخالي حماد عاوزين يموتوني. ليه؟ يا اما اقول لهم خدتني انا وفرحه وعملنا ايه يا اما يموتوني. ما تخافش خلي حد منهم بس يكلمك. وخالي حماد قاعد وسطيهم يقول عليك وعلى فرحه كلام. ايه كلام ايه؟ مش فاهم بس كلام كده خلى ستي تزعل. طز في خالك وفي ستك وفي اي حد يزعلك. البنت دي ما تجيش عندنا تاني. وطي حسك يا منادها. مش هوطي حسي يا كاملة. انا عاوزة يسمعني. واخد لها العربية تحت امرها. وانا ما ركبتش العربية دي في حياتي مرتين. هي اللي بنت باردة. حتى لو قالها عزومة. تعالي معاي. تركب معاه ليه؟ من بكرة. انا هجيب غيرها. فلح بس يقول لنا احنا عيب ومش عيب. هتزعق في بيتي ليه يا منادها؟ ايوه زعق. والبنت دي لا تيجي ولا تركب عربيتك. وانت واقف وسط الحريم ليه؟ خلاص بقيت منهم؟ يا بوي مش اخرس. انا سمعت كل كلمه قلتها. حماد ما قالش حاجه غلط. كلكم غلط في غلط. جايين حريقه ليه؟ حتى العيل صغير عايزين تضربوه. كذاب وملطش. انا سته اعمل فيه اللي انا عاوزاه وادخل بيتي اللي تلد علي. بيتك؟ انت صدقتي؟ ما حدش له بيوت. كلكم عايشين في خيري وكل واحد يحط مركوب قديم في حنكه ويسكت. وانت يا ولد امك تعال ورايا تحت. انت حبيبي اطلع فوق. مبروك جاي أبارك. الله يبارك فيكم. تباركيلي على ايه؟ والد الجنية مروان شافه. اوعي تكذبي. تفضلوا تفضلوا. اصبري يا مرت عم اصبري. انت يا عاد انت مش ناوي تتعدل؟ وانا عملت ايه؟ ما انا هعدلك يعني هعدلك. هتقبسني تاني؟ لا لا حبس ولا ضرب. حسيبك ولو حصلت النسيبة ساعتها بس هتحس انت كد ايه يا ني يا فاشل. انت شغال ايه في البيت ده؟ شغال ايه يعني؟ مرحت المحجر ووقفت يوم كامل بحاله. اقعد. اي عيل صغير في البلد بيشيل حجارة على كتافه ما تقدرش تشيلها دقيقتين. ابعتك تشيل حجارة معهم؟ وليه العذاب ده كله؟ انا متعلم وعندي شهادة. اقعد. مبروك عليك الشهادة. روح اشتغل بيها فراش ولا أي شغلانة بكم جنيه في الشهر. بعدين خدت الشهادة كيه؟ مش بفلوسي؟ انت صنعتك ايه؟ ولدك. ولدي يقول عليك كلام اللي سمعته؟ يا بوي البت دي مس... بت ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ ايه يا بوي حكايات فرحة دي؟ ايه؟ انت كمان؟ أنا عارف. عم أبو زكري قابلته من شوية يقول لي أبوك ديه سبع صياد خد البت الصغيرة سوهاج ودخلوا السيمة. سيمة؟ سيمة إيه؟ أنا عارف. أنت رحت بيها سوهاج فعلا يا حاج؟ أيوة راح. والله أنا ما بقيت عارف أقول له إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعال هنا. راح فين؟ اترجع يا أبوي. هو أنا وحدي اللي هتكلم؟ ما البلد كلها هتتكلم. وبصراحة البت دي لسه. انت مش ولدي. انت مش ولدي. راسك دي فيها ايه؟ ايه؟ مش ولدي.
امال هو فين يا حبيبتي؟ هو مين يا اختي؟ والد الجنيه مروان شافه، اوعي تكذبي. مرت عم يا باسم، باسم تعال يا ولدي سلم على خالتك لميعه. سلم على مين؟ سلم على مين؟ القلوب سلمت خلاص يا ولدي. عفريت ولد عفريت. قوم يا منيرة، أنا مش ناقصة باب. بص خالتك لميعة يا باسم وما تتعفرطش. يبص مين؟ اتعفرط براحتك بس بعيد. سلام عليك، الله يعينك يا توحيد. يا أبويا استني يا مرت عم. اتعفرت يا ولدي على كيفك. خبري يا جود. لا مؤاخذة عم ابو ذكري، ما خدتش بالي منك. ليه؟ مش باين من الارض زلطة. خلاص يا عم ابو ذكري، مش قصده. خدوني معاكم المرسيدس عطلانة. على فين؟ أروح لأبوك، وحشني قوي. ماشي يا عم أبو زكر. واعر أبوك ده قوي يا جودة. شمعنى؟ تلاقيه صاحي لكل حاجة وعنده وقت للقلب. قلبي؟ الحب، الهليب. الهليب؟ مال كلامك ملخبط كده يا أبو زكري. أصابوك بيفهم في الحريم قوي، والبت حلوة. بنت مين؟ فرحة. بيقولوا إن أبوك خدها سهاج وفسحها وركبها مركب وركنوا بالعربية جنب فندق كبير. عيب يا عم أبو ذكري، مش أبويا اللي هتتكلم عنه كده. وبعدين البنت فرحة دي بنت غلبانة ومؤدبة، وهتردع بنت أختي. ما ترضعها يا حبيبي، وبرضه حروح لابوك. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي. عفريت ولد عفريت، رجلي مش شايلاني. عينيه، ايديه، لولا ستر ربنا كان كلنا وخدنا تحت الارض. في ايه يا مرت عم؟ ما عفريت الا بني ادم يا مرت عم. انت مش مصدقاني كيف؟ ما شفتيش عينيه بتوجي شرار؟ ده انت كبير ملوش قرار يا حاج، وانت مكشوف زي شويه الميه اللي في صينيه القلل. وانا عقلي يروح جنب عقلك. فين يا حاج؟ وخلي عندك وخلص يا ابو ذكري. لما هتيت فيا وسمعتني كلام يسم البدن عن الراجل الكبير انه ما ينفعش يتجوز بنت صغيره، اتأثرت قوي بالكلام واختشيت شويه على دمي وسكت عن الفضيحة اللي انت عملتها لي في بيتي قدام مرتي. كويس انك فهمت الكلام واختشيت شوية على دمك. بس انا مستغرب، منين الحج محمد يقول لي كلام، ومنين ياخد البت الورور؟ مطلقة هي وتسافروا على سوهاج وتعوموا سوا في مية البطيخ. بورص الواحد يكسر يخلع الشبشب ويتلفت بيه من على الحيطه. داير تشب في سيرتي وست الحريم، وانت عارف اقدر اقعدك في بيتك بقيت عمرك، ما تطلعش. انت زعلت ليه؟ انت حر تعمل اللي انت عاوزه، واي حد حر.
بص يا ابو ذكري، مش هرد على ولا كلمه من كلامك اللي ملوش معنى، بس لو رجلك خطت بيت اخوي وفكرت في زهره تاني هخليك تزحف زحف، ولو خطت في سيرتي او سيره فرح سيره اي حد من طرف ولو من بعيد مفيش دبشه هتطلع من محجرك لمخلوق. لف عبايتك الواسعه عليك ولشعبيتك، مفهوم؟ مفهوم يا كبير، وكلامك يمشي علي. كل يوم تطلع الصبح وترجع في العشية، هتروح فين؟ هلف في البلد، زهقان. طب ما تشوف شغلك، شوف راسنا من رجلينا، بدل الزهق روح لاخوك هات حقنا. اخوي ما كلش حقي. افضل قول كده لحد ما واحد فيكم يموت، وساعتها بقى قابلني، لعياله حيدونا حاجة ولا لوحدي حقدر اخد حاجة؟ والله لو مت استريح. تحر في نفسك، مهم حقي وحق بنتي، فاهم؟ مناع. نعم نعم يا عم الحاج. اندالي الولد، المنظره القديمه خلصت بنا ولا لسه؟ من امبارح بس لسه البياض. طب روح. حاضر. ولا لسه؟ ها؟ يا مين؟ كنت بضرب. انتي صدقتي؟ قال قدامك وسكت. لا ما رحتش. ومالك وشك اصفر ليه؟ كمان وشي؟ هعمل فيه ايه؟ اغير لونه ولا ادهنه لون تاني؟ لا، غير مرضك وافتح بالتاني. يا احنا كفايه علينا الاولين، وانت اللي يتجوزك ما يتجوزش عليك ابدا، عجيله حاله زهد في الدنيا كلها. دلوقتي عمكم رجع ومرته مولعها نار طول عمره. طب احنا نزود النار ولا نطفوها؟ نطفوها يا بوي. زين، انا رايي اللي ليه حق عندنا ياخده، يبعد عن المحجر واللي عاوزه ياخده. انا بس اللي اقول مين ياخد ايه، وانا جمعتكم عشان اقول لكم اللي هيقولوا عمكم وانا تقولوا عليه امين. يعني ايه يا ابوي؟ ملناش راي ولا ايه؟ لا ليكم توافقوا. ابعد عن شقانا واعمل اللي انت عاوزه. شقاكم من شقي كد، من فتح المحجر وكبره، ممكن عايشين المقطف على كتافه، من خلافكم. حضرتك طبعا يا بوي، خيري قصده ان عمي ملهوش في الكلام ده. انا فاهم خيري وفاهمك كويس يا جود. اللي انت شايفه صح اعمله يا بوي، انا عن نفسي مش عاوز. انت مش عايز عن نفسك يعني؟ اتكلم عن روحك. أنا عاوز محجر الرخام وأقدر أبعت لمصر وأبقى بين هنا وهناك يا حج. والله يا ولدي لو أعرف إنك تعرف تروح تبيع علبة فاضية وترجع كنت اديتهولك. ليه بس كده يا حج؟ اسكت أنت، خليك في اللي أنت فيه. إيه؟ هتعمل عليا كبير ولا يا خيري؟ إيه؟ أنا قلت اللي عندي، ولما تيجي الساعة ما حدش منكم يفتح حنكم. ابو ذكري جابلني النهارده وقال ان حضرتك والبنت فرحه رحتوا. وبعدين في الموضوع المجندل ده اللي مش عاوز يخلص، انا ما خدتش حد، انا خدت والد بنتي افسحه، وخدت معاه اختي الصغيره تقوى. فرحه لازم تبقى مع تقوى، في استجوابات تانية
أنا ماشي يا أبوي، عن إذنك. استنى يا ولدي، إخواتك لسه في عينيهم كلام. يعني لو عاوز تتجوز يا حاج نجوزوك، بس واحدة يعني تليق بوضعك وبمركزك وبسنك. مين اللي يتجوز؟ أنا؟ وأنت كمان اللي هتجوزني؟ لو نفسك في الحريم مش عيب والله. عيب يا خير الطريقة دي؟ استنى استنى يا كامل، يعني أنا لو دلوقتي عاوز أتجوز، أنت اللي هتجوزني يا خيري؟ وأنت زمان يا حاج جوزتنا كلنا بمزاجك. وإيه الفرق من زمان ودلوقتي؟ أنا خلاص كبرت وأنت اللي بقيت مسؤول عني؟ لا بس يعني لو عاوز تتجوز يبقى ترد واحدة من الحريم القديم. أرد مين فيهم؟ أمك ولا أمه؟ مش هتفرق كتير، لا عايز تردها ردها. أنا ماشي يا أبوي. استنى يا ولدي، اتفرج على أبوك، عياله هيربوه. أنت يا حماد بيه رأيك إيه؟ رأيي إنك من حقك تعمل اللي أنت عاوزه يا حاج، بس فرحة دي مش مناسبة ليك، متجوزة قبل كده وبعدين استغفر الله العظيم يعني مش مظبوطه. دي مره على السلم يا حاج كانت عايزه تمسكني. اخرس كيفك كامل؟ اخوك الصغير بيتكلم على الولايه ازاي؟ انا عارف كل حاجه. تصدقوا بالله مالكش دعوه يا كامل، مش طايق ابص في وش حد منكم. فرحة ايه وجواز ايه؟ فرحة دي ما خدتش مليم واحد وشيل البنت الصغيرة شيل. ده اللي جواكم؟ يا ابوي اخرس! مين ابو مين؟ ومين خلف مين؟ من غير يمين ما هقعد معاكوا في مطرح واحد ولا هبيت معاكوا في حتة واحدة ولا هشرب كوباية مية ولا واكل واكلة من عند أي حد من أمهاتكم. مناع! نعم يا عم الحاج. حضر لي المنظرة القديمة هبيت فيها. حاضر يا عم الحاج. غوره من وشي. أهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله، أهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله، معرفت غير بس توك سكة حلاوة الآه، سكة حلاوة الآه. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. المنظرة القديمة تمام يا حاج. يلا يا هلا، ومرتي حضرت لك لقمه هناك. لا ماليش نفس. جدي مهران، ايه اللي جابك؟ سيبني يا جد، مين هينام جنبي ويعجيني لحد ما انام؟ نام عندي ستك. لا انا عايزك. خلاص يا مناع، هات هدوم مهران وحشته هي بيت معانا. حاضر يا عم الحاج. مشوار صغير من هنا لسوهاج يعمل كل ده؟
جواز ايه وحريم ايه؟ انا ما قلتش عاوز اتجوز ومش عاوز اتجوز. ايه اللي خلاهم يفكروا في كده؟ انا حر من متى حد يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه؟ يعني انت خدتها سوهاج عشان تجوى الصغيرة؟ هتضحك على روحك؟ هما مالهم عايزينك ليهم بس؟ انا عاوز فرحة وعاوز اتجوزها، وفرض هي مش عاوزة. اكلمها على المحمول زمنها نامت دلوك. يا راجل اختي شونا وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. يا ولدي فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وتريك يا دنيا بحر وإحنا كوبش تريم. ولدي وجرحك يشق قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق يقر، يسكت عشان ولدي ده السر. حجر الراحة يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نسا ورجال وزي ما تقول قول، ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر بالدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر.